خليني برضو اسالك على اللي داير على السوشيال ميديا، او الموضوع اللي داير على السوشيال ميديا دلوقتي. طبعا اتقلبت اهلي وزمالك، الزملكاويه يقول لك عمرو السوليه والاهلاويه يقول لك، او ردا طبعا على الموضوع الاولاني يقول لك ان مصطفى فتحي هو السبب في خروج منتخبنا الوطني. انا بشوف ان ولا ده ولا ده الحقيقه. انا بشوف ان عندنا زي ما انت قلت ايجابيات كثيره في هذه البطوله، ولكن في نفس الوقت يجب ان نعترف ان كارلوس كيروش عنيد جدا يا عويس. شخص عنيد زيه وزي كل البرتغاليين اللي جم مصر. الحقيقه واضح ان هي صفه في كل المدربين البرتغاليين، زيه زي مانويل جوزيه، زيه زي باتشيكو، زيه زي فيريرا، زي كل المدربين. عنيد جدا، يعني كل الناس بتقول ان محمد شريف ما ينفعش يلعب في الجناح، محمد شريف بيلعبه جناح ومصر انه يلعبه جناح، وبعدين نقله من الجناح اليمين للجناح الشمال ومن الجناح. الحقيقه مش عارف ليه الاصرار، يعني هداف الدوري، يعني اكيد لازم حد من الناس يقول له انه ده هداف الدوري ب 23 هدف يا جماعه السنه اللي فاتت، يعني حد يفهمه ده انه ده هداف الدوري، مش لعيب عادي يعني.